حلت وأن أحفظ في كتاب الله تعالى وأنا لست على وضوء، وعندما لم أكن متوضأ هل وأقرأ للتعبد هل ذلك جائز أيضا؟ وفي حالة القراءة على وضوء وانتقض الوضوء أيضا هل يجوز لي أن أواصل القراءة أم لا؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير وضوء، يقرأ عن ظهر قلب من دون أن يمس المصحف وهو على غير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم متوضئا ومحدثا ولم يكن يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة. أما مس المصحف فإنه لا يجوز إلا بوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، قد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، أي أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. وأيضا إذا مسه من وراء حائل كما لو كانت المرأة على يديها جوارب أو الرجل على يديه جوارب ويمس المصحف من ورائها أو بواسطة مسطرة فهذا لا بأس به، أو يتصفحه من غير أن يمسه فهذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.